49 سنة مرت على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، النهاردة ذكرى وفاتها. خلينا نتابع مع بعض تقرير عن مشوارها الفني ومحطتها المتميزة في الغنى والإبداع. هنتعرف عليه دلوقتي في التقرير اللي جاي. تحل اليوم ذكرى وفاة كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي تعد واحدة من أشهر المطربات في مصر والوطن العربي، وأصبحت أيقونة مات جسدها لكن بقيت روحها خالدة في قلوب كل محبيها في مختلف دول العالم، وحيث وافتها المنية يوم 3 فبراير عام 1975. السيدة أم كلثوم اسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي، واشتهرت بعدة ألقاب منها الست وسيدة الغناء العربي وكوكب الشرق وثومة. ولدت كوكب الشرق يوم 31 من ديسمبر عام 1898 في قرية طماي الزهيرة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية. بدأت كوكب الشرق الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها الشيخ إبراهيم في الموالد والأفراح، وفي عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكانت نقطة انطلاقة أم كلثوم القوية عندما تعرفت على الشاعر الكبير أحمد رامي ثم الملحن الكبير الراحل محمد الأصبجي. وفي عام 1928 أصدرت مونولوج إن كنت أسامح وأنسى الأسية، الذي حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها في فيلم أولاد الذوات، ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934. تعد أم كلثوم أول فنانة تدخل الإذاعة، كما شاركت في عدة أفلام وتفرغت بعدها للغناء فقط، حتى أبدعت سيدة الغناء في كل أغانيها، ومنها إنت عمري، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود. كما اشتهرت أم كلثوم بأداء القصائد الطويلة والأغاني الرومانسية، وتنوعت أغانيها بين الحب والفراق، كما أدت أيضاً الأغاني الوطنية والدينية، حتى حصدت أم كلثوم خلال مسيرتها الفنية على العديد من الألقاب والجوائز، وكان لأغانيها أثر كبير في تطوير الأغنية المصرية والعربية. وفي فترة السبعينيات عانت سيدة الغناء العربي من التهاب الكلى، وسافرت إلى لندن للعلاج، حتى وفتها المنية تاركة تراثاً كبيراً من الأغاني التي حققت أعلى نجاحات في تاريخ الغناء العربي، تقدر ب 320 أغنية. كما تركت أم كلثوم بصمتها في السينما بستة أفلام.